السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل مع بعض عمليات نظام إدارة العملاء من أنظمة العملاء، وهنبدأ بطلبات الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات. شاشة طلبات الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات بنستخدمها علشان نعمل خصم إضافي، إحنا كشركة أو كمنشأة يعني هنديه للعميل على فاتورة المبيعات الأجلة، وده ممكن يكون لأي سبب من الأسباب. وطبعا الخصم دوت هينتج عنه إن إحنا هنخفض مديونية العميل عندنا. وعملية الخصم ديت بتتنفذ إما على مستوى الفاتورة أو على مستوى الصنف، وطبعا لازم قيمة الخصم أو الطلب اللي احنا بنعمله للخصم الإضافي هنا على الفاتورة ما يتجاوزش قيمة الفاتورة، وكمان الخصم اللي بنعمله هنا ما بيأثرش على المخزن لكن بيأثر على الحساب بتاع العميل. طريقة استخدام الشاشة سهلة جدا، عن طريق الضغط على زرار إضافة هنا عشان أبدأ أضيف طلب جديد. أول حاجة هنا رقم الفرع، بالضغط على السهم المقابل لخانة رقم الفرع بيظهر لي الفروع الموجودة عندي في السيستم اللي من خلالها أقدر أختار الفرع اللي هيصدر منه طلب الخصم الإضافي على فواتير المبيعات. بعد كده قدام خانة نوع الطلب بدوس على السهم المقابل ليها، بيظهر لي أنواع طلبات الخصومات الإضافية اللي إحنا ضفناها من شاشة أنواع طلبات الخصومات الإضافية. هنقول إن ده طلب خصم إضافي، هنا هنختار نوع الخصم، هل هو على الفاتورة حسب الفاتورة ولا حسب الصنف؟ حسب الفاتورة، فلو اخترنا حسب الفاتورة هحط الخصم هنا، لو اخترت حسب الصنف هبدأ أحط الخصومات قدام كل صنف تحت هنا في البيانات التفصيلية. فإحنا نقول مثلا الخصم حسب الفاتورة، لما بختار الخصم حسب الفاتورة هنا بينزل لي رقم الفاتورة ومبلغها وما إلى ذلك، طريقة الدفع اللي متعمل عليها آجلة، رقم العميل اللي احنا عايزين نعمل له خصم، بندوس F9 علشان يظهر لنا كل العملاء اللي هنختار منهم العميل اللي هنعمل له خصم على الفاتورة بتاعته، وبعد كده بندوس في خانة رقم الفاتورة F9 عشان تظهر كل الفواتير الخاصة بهذا العميل عشان اختار الفاتورة اللي هعمل عليها الخصم الخاص بهذا العميل. أول ما اخترت الفاتورة أوتوماتيك حط لي رقم الفاتورة والعملة المتعامل بيها ومبلغ الفاتورة قد إيه، والفاتورة دي كان عليها خصم قبل كده 82 جنيه ونص، الإضافات الخصومات الإضافية السابقة عليها كانت صفر. فبما إن أنا مختار نوع الخصم هنا حسب الفاتورة فالسيستم وقف هنا في خانة الخصم الإضافي اللي أنت عايز تضيفه على الفاتورة دي قد إيه بالنسبة، ولو عايز أضيفه كقيمة أو كمبلغ أقدر أخصمه من هنا، فهو هنا الفاتورة بعد الخصم بتاعها ب 1567 جنيه، فأنا ممكن أقول له الخصم هنا 67 جنيه ونص علشان يكون في النهاية صافي الفاتورة 1500 جنيه. بعد كده عندنا هنا الحقل بتاع رقم الحساب، حقل رقم الحساب دوت بيظهر إذا كان نوع الخصم هنا حسب الفاتورة، أما إذا كان نوع الخصم هنا حسب الصنف فبيتشال الحقل دوت، والسيستم بيعتمد الخصم على الأصناف حسب المتغير طريقة ترحيل الخصم الإضافي. فإذا كنا مختارين إن هو يرحل إلى حساب الخصم الإضافي المحدد في الشاشة هيظهر الحقل ويتم تحديد الحقل اللي هو الحساب دوت، حقل رقم الحساب اللي هيحدد فيه الحساب اللي هيترحل له مبلغ الخصم الاضافي. اما لو كنت مختار في المتغير طريقه ترحيل الخصم الاضافي في تهيئه العملاء الى حساب الخصم المسموح به فمش هيظهر الحقل دوت، وهيرحل الخصم الى حساب الخصم المسموح به اللي احنا حطيناه في شاشه ربط حسابات المخزون بالاستاذ العام. لو جينا هنا عملنا كده حسب الصنف هنلاقي ان الصف الرقم الحساب اتشال. احنا هنا بنقول حسب الفاتورة ايه هنا في خانة رقم الحساب، وهدوس F9 علشان احدد له الحساب اللي هيترحل عليه الخصم دوت. ثم هقول له سيف،
وبعد عملية الحفظ هيظهر لنا هنا إن صافي الفاتورة المبلغ المخصوم على إجمالي الفاتورة 67 جنيه ونص، ليكون صافي الفاتورة 1500 جنيه بعد ما كانت 1567 جنيه. بعد كده لازم أعتمد الطلب دوت علشان يظهر لي في شاشة الخصومات الإضافية، خروج، وبعد كده بنخش في شاشة الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات. شاشة الخصومات الإضافية لفواتير المبيعات شاشة بستخدمها علشان أنفذ عملية الخصومات الإضافية اللي أنا همنحها للعميل أو اللي أنا هديها للعميل على الفواتير المبيعات الأجلة. هنا بعمل عملية إضافة، وبعد كده بقول إنزال من طلب خصم، باجي هنا بدوس F9 في حالة إن أنا عايز أنزله من طلب، لازم يكون معتمد عشان يظهر معايا، لو مش معتمد مش هيظهر معايا. أول ما دوست إنتر بعد ما حطيت رقم الطلب نزل لي كل البيانات اللي كانت موجودة في الطلب، رقم الحساب اللي هيترحل للخصم، ومبلغ الفاتورة قبل الخصم وبعد الخصم كانت قد إيه، وما إلى ذلك من كل البيانات الخاصة بالخصم دوت. ثم بعمل عملية حفظ، وبكده إحنا نفذنا خصم إضافي كان موجود في طلب خصومات إضافية، حولناه الخصم فعلا على هذه الفاتورة. هتكون دلوقتي مديونية العميل عن الفاتورة ديت 1500 جنيه مش 1567 جنيه. ممكن أضيف خصم إضافي مباشرة عن طريق الضغط على زرار إضافة، وأبدأ أضيف البيانات الخاصة بالخصم أوتوماتيك هنا، آسف يدوي هنا، أختار العميل، أحدد رقم العميل وطريقة الدفع بتاعته قد إيه، والنوع الخصم دوت إيه، وما إلى ذلك من البيانات الخاصة بالخصومات الإضافية. هنخرج ونخش في شاشة السند القبض، والشاشة سند القبض موجودة هنا لتسهيل عملية القبض من العميل علشان ما اضطرش ان افتح نظام الحسابات، او في حالة ان بعض الموظفين ليهم صلاحيات الدخول على نظام المبيعات فقط فتبقى موجودة شاشة القبض عندهم عشان يقدروا يعملوا عملية قبض من العملاء. هنا بالضغط على زرار اضافة هختار انا هقبض على الصندوق رقم كام، وليكن الصندوق رقم 1 مثلا بطريقة نقدية. والشاشة ديت احنا اشتغلناها من في نظام الحسابات قبل كده، وتم شرحها في مديول الأستاذ العام. هنقبض مبلغ 1500 جنيه، هننزل البيانات من فاتورة مبيعات، فاتورة رقم 3 يبقى أنا كده بقبض 1500 جنيه من العميل مكة عن الفاتورة رقم 3 على خزنة الإدارة بالجنيه. ثم حفظ، ونخش في شاشة فواتير المبيعات المستحقة. شاشة فواتير المبيعات المستحقة للسداد احنا بنستخدمها علشان ننفذ عملية استحقاق لفواتير مبيعات اللي هي تكون مستحقة السداد، اللي احنا حددنا نوع الدفع او طريقة الدفع فيها شبكة، سواء كان بقى الشبكة ديت مصدرها نظام نقط بيع او نظام المبيعات نفسه، وهيترتب على كده ان العملية ديت عملية الفواتير المستحقة اللي انا هعملها هنا هينتج عنها قيد محاسبي هيظهر في حساب البنك الخاص بينا الخاص بالمنشأة كطرف مدين بدل من الحساب الوسيط اللي احنا حددناه في عمليات البيع. طريقة استخدام الشاشة سهلة جدا. أول حاجة بحدد له الفرع والفواتير دي من تاريخ كام إلى تاريخ كام اللي أنا عايز أعمل لها استحقاق، ونوع الفيزا اللي دفعت بيها مثلا أو البطاقة اللي دفعت بيها، وليكن مثلا ماستر كارد، على الآلة رقم كام، هنختار مثلا الفيزا أن كان. بعد كده لو هي من نظام نقط بيع هختار المتغير ده، هفعل المتغير دوت. لو هي مش من نظام نقط بيع هشيل المتغير دوت.
هنا بيقول لي يظهر لي الفواتير بشكل كلي ولا الغير مرحلة ولا المرحلة. أنا هنا بقول له كلي، وهقول له إنزال البيانات. في حال إن أنا عامل ضايف أو بعت على السيستم بتاعي عن طريق نظام الدفع الشبكة أو طريق دفع الشبكة اللي هي سواء بالفيزا أو نظام النقاط، هتظهر لي هنا كل الفواتير اللي طريقة الدفع بتاعتها بالطريقة ديت، ورقم الفاتورة والعملة الخاصة بيها، اسم الفيزا والمبلغ وما إلى ذلك، والاستحقاق إمتى. وهنا أنا أقدر أقول أحط تاريخ الاستحقاق لكل فاتورة هيكون إمتى. طبعا هنا في خانة الاستحقاق هنلاقي عندنا ثلاث اختيارات، تحت التحصيل ومستحق ومؤجل. هي دي الحالة اللي هحدد بيها الفاتورة المستحقة، فاتورة المبيعات المستحقة للسداد. فلو اخترت تحت التحصيل يعني الفاتورة ديت مستحقة ولسه تحت التحصيل، وهتظهر في كل مرة المستخدم هيدخل لها مدام ما اخترتش قدامها المتغير مستحق. اذا اخترت المتغير مستحق، المتغير رقم 2 دوت هو مستحق، يعني ان الفاتورة ديت السيستم هيعالجها على انها فاتورة مستحقة، هيعمل لها قيد خاص بالاستحقاق زي ما وضحنا في استخدام الشاشة، ان هو يحط الحساب البنكي بدلا من الحساب الوسيط. في حالة ما انا اخترت مؤجل، هنا النظام هيأجل الاستحقاق لغاية التاريخ اللي انا هحطه له هنا في خانة تاريخ الاستحقاق الجديد اللي بكتبه له هنا زي ما قلت. بعد كده هنخرج ونخش في شاشة تسوية أقساط العملاء. شاشة تسوية أقساط العملاء بتظهر لما بنكون مفعلين المتغير تسديد الأقساط يدويا، ده طبعا في شاشة متغيرات نظام العملاء في تهيئة العملاء، وبنستخدمها علشان نعمل توزيع للمبالغ اللي استلمناها من العملاء على الأرصدة المدينة المقيدة عليهم. وازاي بنعمل دوت؟ ان احنا بنعرف كل مبلغ مسدد ايه المقابل ليه من الأرصدة المدينة للعميل. فإذا كان مثلا العميل عليه مبلغ 10,000 جنيه مثلا، والمبلغ دوت متقسم ان هو رصيد افتتاحي ومثلا فواتير وما إلى ذلك، فأقدر والعميل سدد مثلا مبلغ 5,000 جنيه، فأقدر أختار يدويا المبلغ دوت، هل هو من الرصيد الافتتاحي، هل هو عن فواتير معينة، عن فاتورة ايه وايه مثلا وما إلى ذلك. بقدر أقسم أو أعمل تسوية لأقساط العملاء بالمبالغ اللي هم سددوها، أقلل بيها المديونية بتاعتهم. إزاي بستخدم الشاشة؟ عن طريق الضغط على زرار إضافة. هنا بختار رقم الفرع، بعد كده التسلسل هو بيديهولي والتاريخ. هنا بكتب رقم العميل وليكن مثلا العميل رقم 1. إذا في مراكز تكلفة عايز أربطها عليه بضيفها هنا. بعد كده نوع الوثائق اللي أنا عايز أعمل لها تسديد، فهقول مثلا إن هي رصيد افتتاحي. وبعد كده هنا بحدد رقم الوثيقة. أو مثلا ممكن نقول إن هي عن سند قبض. بدوس F9 علشان أقول سند القبض ده رقمه كام. بعد كده بيظهر لي المبلغ وما إلى ذلك، وبقدر أوزع هنا على حسب نوع الوثيقة، هينزل لي هنا ورقمها، وأقول رقم القسط قد إيه، وتاريخ استحقاقه إمتى، والعملة والمبلغ والمبلغ المدفوع منه قد إيه اللي هو، ومبلغ التسوية. هنخرج بعد كده ونخش في شاشة جدولة المديونية. شاشة جدولة المديونية بستخدمها علشان أعمل جدولة
بقسم المديونيه اللي على العميل هنقدر ناخدها منه ازاي، وهيسددها لنا باي طريقه من خلال الضغط على زرار اضافه. بعد كده هو قال لي دي المديونيه رقم واحد، انا عايز المديونيه اللي بالعمله المحليه على العميل رقم واحد مثلا من تاريخ 1/9 الى تاريخ 3/10 مثلا، وهقول له هنا انا عايز فواتير المبيعات. انا هنا بختار ايه نوع الجدوله اللي انا عايز اجددها له، وادوس انزال البيانات. هنا هو عنده فاتوره واحده، لان اخترت فواتير مبيعات، نزل عنده فاتوره واحده قيمتها 156,000 جنيه. في حاله ان انا قلت كمان معاه رصيد افتتاحي، فهنا العميل دوت ملوش عندي رصيد افتتاحي، او ايا كان نوع الحركات اللي على العميل بتنزل لي كلها هنا بالتوتال بتاعها 156,000، فيبقى دي المديونيه كامله عليه. هقول هنا عدد الاقساط اللي هتتسدد، وليكن مثلا على 3 اقساط هيسددها بعملة الجنيه، عدد أيام القسط 31 يوم. هنا بقول له توزيع، لو عايز أوزع القيمة هنا متساوية على الأقساط بدوس توزيع، التوزيع متساوي للمبالغ. ولو في حالة إن أنا ما دوستش توزيع متساوي للمبالغ، أنا بكتب بنفسي المبالغ اللي هتتسدد عن كل قسط في البيانات التفصيلية هنا تحت. انا اقول له توزيع متساوي مبالغ وبدوس على توزيع. هو هنا حط لي ال3 اقساط اللي انا ضفتهم بالتواريخ بتاعتهم، اول تاريخ اول قسط هيكون بعد شهر، تاني قسط هيكون بعد شهرين من دلوقتي، بعد شهر كمان من تاريخ اخر قسط، وهكذا بالعمله المحليه قيمه القسط قد كده. طيب في حاله ان انا اشلت توزيع متساوي، اقدر هنا اغير المبالغ الخاصه بالمدفوع، فاحط مثلا هنا 56,400، بعد كده احط هنا 50,000، بعد كده احط هنا 50,000. بكده يبقى هو سدد المبلغ على اقساط انا حددت قيمها بنفسي. ثم بعمل عملية حفظ. وبكده انتهت المحاضرة بتاعت النهاردة. اتمنى المحاضرة تكون كانت محاضرة سهلة ومفيدة، واتمنى طبعا التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.